السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم تطبيقات الهندسة الوراثي في المجال الزراعي، التغيير الوراثي لنبات لجعله مقاوم للحشرات. إذا تتعرض النباتات خلال نموها لعدة طفيليات مثل الحشرات ينتج عن ذلك ضعف الإنتاج، فيضطر المزارعون إلى استعمال مبيدات الحشرات. المشكلة كيف يمكننا جعل هذه النباتات تقاوم الحشرات دون أن نستعمل هذه المبيدات؟ بطبيعة الحال سنلتجئ إلى الهندسة الوراثية. فعلا اتضح وجود بكتيريا تسمى باسيليوس تيرانجينسيس ونرمز إليها ببتي. هذه البكتيريا لها القدرة على تركيب بروتين، وهذا البروتين ما هو إلا سمين له القدرة على قتل الحشرات ولا يضر بالنباتات. إذن لكي نكسب النباتات مقاومة ضد الحشرات ينبغي علينا بطبيعة الحال دمج هذه المورثة التي أشرنا إليها بطبيعة الحال ضمن جزيئات الـ ADL للخلايا النباتية. لنتعرف على مراحل التغيير الوراثي عند النباتات. إذا المرحلة الأولى، إذا سنقوم بعزل المورثة التي أشرنا إليها، المورثة المرغوبة والمسؤول عن تركيب البروتين الذي يعتبر بمثابة سمين له القدرة على قتل الحشرات، ونقوم بدمجه ضمن بلاسميد الذي يلعب دور ناقل للمورثة. المرحلة الثانية، نقوم بنقل هذا البلاسميد ونضعه داخل بكتيريا. في هذه الحالة تصبح هذه البكتيريا مغيرة وراثيا. مرحلة ثالثة، نضع هذه البكتيريا في وسط زرع خاص بالبكتيريات، وسط زرع اقتياتي، فتتكاثر البكتيريات. مرحلة الرابعة، نضيف لهذا الوسط الذي يحتوي على البكتيريات خلايا نباتية، وما هي إلا عبارة عن بروتوبلاست، أي خلايا نباتية بدون جدار سيلولوزي. فعلا خلال هذه المرحلة تتطفل البكتيريا على الخلايا النباتية. كيف ذلك؟ بحيث يتم حقن البلاسميد داخل الخلايا النباتية، مما يؤدي إلى دمج بطبيعة الحال المورثة المرغوب فيها ضمن الذخيرة الوراثية للخلايا النباتية. ثم نمر إلى المرحلة الخامسة، نقوم بنقل هذه الخلايا النباتية ونضعها في وسط زرع خاص بنمو الخلايا، بحيث يحتوي هذا الوسط على هرمونات. ثم المرحلة السادسة، نقوم بنقل الشتلات المحصل عليها بطبيعة الحال ونضعها داخل محبقة تتوفر على ظروف النمو، فعلا تنمو هذه النبتة. مرحلة السابعة، لكي نتأكد من أن فعلا هذه النبتة أصبحت مقاومة للحشرات، نسمح للأسرع بتناول غذائه من هذه النبتة، ثم نراقب ماذا سيحدث. فعلا لاحظوا معي، موت الأسرع يؤكد لنا أن هذه النبتة أصبحت مغيرة، نبات مغير وراثيا وأصبحت مقاومة للحشرات. إذن بفضل الهندسة الوراثية يتم الرفع من مردودية الإنتاج ومقاومة الحشرات مع عدم استعمال مبيدات، أي المحافظة على البيئة. بالإضافة إلى ذلك كله بطبيعة الحال الهندسة الوراثية تمكننا من خفض تكلفة الإنتاج. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.